يسرني الآن أن أرحب بالسيدة جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا. تفضلي. حضرة رئيس السيسي، حضرة الأمين العام، أيها الزملاء والأعزاء، نحن في مرحلة مصيرية في مكافحة تغير المناخ. في خلال الأشهر القليلة الماضية شهدنا على آثار مأساوية لتغير المناخ في أوروبا، في باكستان، في القرن الأفريقي، وفي العديد من الأقاليم والمناطق عبر العالم. نحن جميعا مدعونا لاتخاذ الجهود الأسرع والأعمق لحماية كوكبنا وهو منزلنا المشترك، ولذلك علينا أن نبقي الناس في قلب عملنا، وعلينا أن نحول الأمور على هذا الأساس مع ربط بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بالرغم من السيناريو الدولي معقد جدا تأثر بجائحة كوفيد 19 وتضرر نتيجة للاعتداء الروسي ضد أوكرانيا، فإن إيطاليا مستمرة بالتزامها بالأخذ بمسار فك الكربون وتماشيا مع أهداف اتفاق باريس. ونحن نريد أن نضع استراتيجيات تنطوي على تنويع الطاقة، وذلك بالتعاون الوثيق مع العديد من الدول الأفريقية، حيث عزز تعاوننا معها بشأن الأمن في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وتعليم الشباب. وهذا بشأن أن يحفز النمو الأخضر وخلق الوظائف وتطوير سلسلات القيمة المستدامة. في الاتحاد الأوروبي نخطط لتخفيض غازات انبعاث الدافئة بنسبة لا تقل عن 55% بقرب العام 2030، ونسعى إلى تحقيق الحياة المناخية بقرب العام 2050 كحد أقصى. ومن هذا المنظور فإن إيطاليا مؤخرا قد عززت من قدرات الطاقة المتجددة القائمة، وستسرع هذا الاتجاه تماشيا مع أهداف ريباور إيو، إعادة تمكين الطاقة في الاتحاد الأوروبي. ونحن نسعى لمواصلة الانتقال العادل لدعم المجتمعات المتضررة وعدم ترك أحد خلف الركبة. في العام الماضي رئاسة إيطاليا المجموعة العشرين توصلت لنتائج من مساهدة الطريق للاتفاقات في غلاسكو، وكشريك للمملكة المتحدة في مؤتمر الأطراف السادسة والعشرين روجنا لحدث يوث فور كلايمت والشباب من أجل المناخ، وذلك من أجل إشراك الأجيال الشابة في عمليات صنع القرارات بشأن تغير المناخ. وقد زادت إيطاليا بشكل ملحوظ من إسهاماتها في تمويل المناخ. كذلك فقد ضعفنا ثلاث مرات تقريبا التزامنا المالي يصل إلى 1.4 مليار دولار للسنوات الخمس المقبلة، من في ذلك 340 مليون يورو من خلال صندوق المناخ الإيطالي الجديد. ولهذه المنصة الاستثمارية الإيطالية الأولى المخصصة لنشر التكنولوجيا النظيفة وللتكيف لتغير المناخ في الدول النامية. ونحن ملتزمون باستمرار بتوفير 100 مليار دولار لدعم الدول النامية في خلال عام 2025 وتحديد هدف مستدام وطموح. إذا نحن نلتزم بعهد 100 مليار دولار، ونقيم بذلك علينا أن